عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تيفي كتشوفوا الأشغال بشارع أنفا بوسط مدينة الدار البيضاء. هاد الأشغال اللي كتبقى 24 ساعة يعني الدار البيضاء، ولكن المشكل الكبير اللي كاين هنا هو أن ما كاينش إشارات ضوئية كبيرة كتشير بأن كاين الأشغال. هانتوما كتشوفو كيفاش أنهم هزو الآلات ديال الحفر من الطريق اللي ما كانوش باينين. شارع أنفا، نتمنوا بأن الناس اللي غادي يهزو من الطريق أنهم يتوصلوا الحضر ويعرفوا بأن كاين أشغال خطيرة هنايا. توخوا ما أمكن الحضر هنا في هذا الملتقى ديال شارع أنفا مع شارع مول يوسف. انتم كتشوفوا الأشغال كيفاش دايرة في هذا الأثناء. هي حقيقة برافو على الناس اللي خدامين، خلي وليداتهم خلي مديرهم وخارجين كيخدمو في هذا الليل. شكرا لهم، شكرا للسيد الوالي محمد الميدي اللي نوض حقيقة هادشي مكناش كنشوفو قبل المجيء ديال هاد السيد الوالي. كنقولو السيد، أنا مكنقولهاش لأي واحد، كنقولو السيد لأنه كيحتار، لأنه يستحق كلمة السيد. نتوما كتشوفو الآلات لي كتستعمل فهاد عمليات ديال الليل ديال إصلاح الطرقات بمدينة الدار البيضاء وفي الأثناء بمنطقة أنفا بشارع أنفا مدينة الدار البيضاء بالضبط منطقة أنفا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى ملقى شيء آخر.